السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي شهيوات رشيدة. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم فطائر مالحين بالطون، كيجيو زوينين هاد الفطائر ولداد بزاف. ودابا ندوز معكم نتقدم المقادير. بسم الله على بركة الله. الحشوة غادي نحتاج جبن محكوك، جبن احمر، فرماج احمر، عندي طون، عندي زيتون كحل مقطع، عندي علبة ديال الذرة او المايز، عندي علبة ديال الياغورت الطبيعي بدون سكر، كاين زيتون خضر، يعني تكتفيو غير بواحد ولا ديرون بجوج بحال بحال. عندي صلصة ديال الطماطم، هاد الصلصة راه حضرتها معكم شحال من مرة، غير مطيشة كنطحنها وكنصفيها، كندير فيها فلفل اسود او ابزار وزعيطرة، قليل من الملح، فلفلة حمرا حلوة، وكنطيبها وزيت الزيتون كنطيبها وحتى كتختار وطيب، كنزيد عليها معلقة ديال المركز الطماطم وطون اللي ذكرتو معكم. بالنسبة للعجين عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، عندي معلقة كبيرة ديال خميرة العجينة أو خميرة الخبز حبيبات، عندي معلقة صغيرة ديال السكر، وعندي معلقة صغيرة ديال الزعيطرة، وكاينة بيضة، كاينة ملح بحسب الذوق، زيت الزيتون واحد ربع كاس، هاد كاس عنبة، وعندي مدافع باش غنجمع العجين. ودابا ندوزو لطريقة التحضير على بركة الله. دابا غنبداو بالعجين باش نديرو تخمر. غندير هاديك الخميرة، السكر، زعيطرة، الملح، وغنخلط المكونات كاملة. بعد غندير زيت الزيتون، او اللي ما كيبغي زيت الزيتون يدير زيت نباتي. دابا غنبدا نجمع فيها بهذا الشكل، ندخل فيها داك زيت الزيتون، البيضه، من بعد غنبدا نضيف الماء دافي تجمع ليا العجين. هذاك الياغورت اللي عندي غناخذ منه واحد المعلقه صغيره او جوج نديرهم في العجين. انا غادي ندلكها بهذا الشكل واحد 5 دقائق حتى تدلك ليا مزيان. من بعد ما دلكتها غندير فيها القليل من الزيت بهذا الشكل، كيف ما كتجر كتجر الطبق، دابا غادي نغطي عليها ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها، وعاد نرجع معكم. هاهي من بعد ما خمرات العجينة وضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا، دابا غادي نسرح باش نبدا نشكل فيها. دابا من بعد ما سرحت العجين بهذا الشكل، دابا غنخلط هذيك صلصه الطماطم مع الياغورت مسوس،
نخلطهم بجوج بهذا الشكل. وغنبدا نسرح فوق من العجين، نوزع على بهذا الشكل. راه كيجيو فطائر زوينين بزاف ولداد. نوزع الطون بهذا الشكل، ودابا غادي نبدا نلف هذيك العجين كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. نحاول نسدها من هنا بهذا الشكل. دابا انا غنقطعهم بخيط، تقدروا تقطعهم بالسكين او باش ما بغيتوا. غناخذ هذا الخيط بهذا الشكل، كتعزلوا الفطائر الحجم اللي بغيتو نتوما، راه بسهولة كيتقطعو. واش كبار ولا صغار كتزيدو تحكمو في الحجم. ونبقى غادي على هاد الشكل حتى نكمل كلشي. عندي هنايا بيض مخفوق مع قطرات من الخل، درت واحد البيضه طربتها. وهنا عندي زراره مشكله، تقدروا تكتفيوا غير بوحده. دابا غنبداو ناخذوا دوك الفطائر ديالنا بهذا الشكل، كندوزهم في البيض بهذا الشكل، ومن بعد ندوزهم في دوك الزراره. نحطو في عندي صفيحة ديال الفرن، غادي نحط فيها الفطائر ونبقى نشكل تنكمل كلشي. من بعد ما شكلت كلشي هما جاو بهذا الشكل. دابا غادي ندخلهم الفرن على درجه الحراره 200 ونخليهم حتى يطيبوا ويتحمروا. غنشعل عليهم من التحت حتى يطيبوا، وعاد من بعد نشعل عليهم من الفوق يتحمروا. راه هذيك الكميه ديال العجين خرجت لي 18 حبه، كيجيو بهذا الشكل زوينين بزاف وكيجيو ولداد. ودابا ندخلهم الفرن حتى يطيبوا الفطائر ونرجع معكم التقديم النهائي. ها هما الفطائر اللي حضرت معكم، او الشنيك مالحين بالطون، جاوا بهذا الشكل، جاوا اكثر من رائعين ولداد بزاف وقطنيين في العجين ديالهم. ونتمنوا يكونوا عجبوكم وتجربوهم وبالصحة والراحة، وإلى فيديو جديد إن شاء الله. كيجيو من الداخل العجين ديال مرقطني،
وإلى اللقاء، وشكرا على حسن المتابعة.